بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلبة وطالبات التعليم الفن الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. في البداية أحب أشكركم على متابعتنا على قناتنا، قناة مصر التعليمية، للحصول على المعلومات الإسرائيلية اللي أنت هتستخدمها طول فترة تعلمك في التعليم الفني الزراعي. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها الزراعة العضوية، وعرفنا ايه هي الزراعة العضوية واهميتها واهم الخطوات اللي هي بتتم لانتاج الزراعة العضوية، واهم العوامل التي يجب مراعاتها لانتاج زراعة عضوية ايه نظيفة. هنستكمل مع حضراتكم النهاردة موضوع الزراعة العضوية، وهنتكلم عن الأسمدة الحيوية وأهمية الأسمدة الحيوية. طبعا واحنا عرفنا الحلقة اللي فاتت ان الأسمدة الحيوية هي عبارة عن كائنات حية دقيقة انا بضيفها الى التربة او بذور النبات او جذور النبات للاستفادة منها لتحويل او تثبيت العناصر الغذائية وتيسيرها لكي يستطيع النبات الاستفادة منها. هنتكلم مع بعض النهاردة عن أهمية الأسمدة الحيوية. إيه هي أهمية الأسمدة الحيوية؟ رقم واحد، تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية نتيجة توفير جزء كبير من العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات. يبقى رقم واحد تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية نتيجة توفير جزء كبير من العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات. مش هستخدم هنا أنا أي أسمدة كيماوية، سواء كانت أسمدة نترات أو أسمدة نيتروجينية أو فسفورية أو أسمدة البوتاسيوم. ليه؟ لأن الكائنات الحية الدقيقة ديت في السماد الحيوي هتقوم بتحليل بقايا المحاصيل أو هتقوم بتحليل المخلفات الموجودة في التربة وتحويلها لعناصر غذائية، وكذلك هتقوم بتيسير العناصر الغذائية وتكسيرها وجعلها في صورة ميسرة النبات يستطيع الاستفادة بها. النقطة اللي بعد كده رقم اتنين، تحسين انتاجية المحاصيل بالإسراع من إنبات البذور وتحسين أداء المجموع الجذري. تحسين انتاجية المحاصيل بالإسراع من إنبات البذور. ليه؟ أنا عندي البذرة بدل ما تقعد عندي 4 أيام علشان تنبت أو 5 أيام، ممكن خلال يومين تبدأ تنبت. ليه؟ عندنا في الزراعة احنا بنقول اليوم بيفرق، اليوم بيفرق في الزراعة. بمعنى لو أنا عندي مزرعة وقسمتها نصين، فزرعت المزرعة ديت كلها ذرة شامية، النص البحري ذرة شامية، النص الصنف مثلا الأصناف الصفراء، والنص الإبلي زرعته الأصناف البيضة، وفرق ما بين الاتنين جه يوم واحد أو يومين في عملية الري. ليه؟ لأن أنا بحسب عملية الزراعة من تاريخ نزول مياه الري على البذرة في الأرض. لو فرق يومين معايا ما بين ميعاد الري للقطعة دي والقطعة دي، هيبان جامد جدا معايا في نمو المحصول وفي الشكل بتاعه خلال الفترة الزمنية اللي هي جاية بعد كده وطول فترة حياة النبات. وتحسين اداء المجموع الجذري يعني ايه؟ تحسين الاداء هتقوي الجذر عندي، هتخليه طالع قوي. المجموع الجذري لو كان قوي اكيد المجموع الخضر هيبقى اقوى. ليه؟ لان المجموع الجذري اذا كان قوي هيقوم بتوفير العناصر، يستطيع امتصاص العناصر الغذائيه والميه اللي هيستفيد بها المجموع الخضري والاوراق والمجموع الزهري. فبالتالي المجموع الجذري قوي، اذا المجموع الخضري هيكون قوي. النقطه اللي بعد كده، المحافظة على خصوبة التربة على المدى الطويل من خلال إمداد التربة بأعداد عالية من الكائنات الدقيقة. يبقى المحافظة على خصوبة التربة على المدى الطويل من خلال إمداد التربة بأعداد عالية من الكائنات الدقيقة. ليه؟ لأن الكائنات الحية الدقيقة ديت حتى لو حصل ليها موت، هي التانية هتتحلل لعناصر غذائية استفاد بيها النبات. فبالتالي أنا كده بحافظ على خصوبة التربة على المدى الطويل، بمعنى ان انا كل ما ازرع محاصيل مختلفة مش هيحصل عندي استنزاف للعناصر الغذائية، وهفضل محافظ على المستوى العناصر الغذائية في التربة اللي هيستفاد بيها النبات. أهمية بعض الإضافات الهامة والأساسية لاستكمال احتياجات النبات من العناصر الغذائية أثناء مراحل النمو.
انا عندي دلوقت بعض الاضافات الهامه والاساسيه اللي انا هضطر اضيفها عشان النبات عندي يستكمل مراحل النمو بتاعه واقدر احصل على العائد الاقتصادي اللي هو هيكون عائد عليا بمحصول وفير ومحصول سعره طبعا عالي في القيمه السعريه بتاعته في السوق بتاعه. ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا ان المنتجات العضويه او الاورجانيك كلها سعرها ايه؟ عالي، اعلى من اسعار المحاصيل ايه؟ التقليديه. ايه هي اهميه الاضافات دي؟ رقم واحد حمض الهيوميك. حمض الهيوميك وده نحطه تحت 20 خط. حمض الهيوميك ده المستخرج من المواد الطبيعيه بمعدل 2 لتر للفدان من 2 الى 4 مرات بواسطه شبكه الري بالتنقيط خلال الموسم. حمض الهيوميك ده يعتبر ميه المحياه للارض. لو انت ما عندكش او كان الوقت عندك متأخر ومحتاج تضيف سماد عضوي او سماد بلدي وملحقتش، ضيف مع مية الري حمض الهيوميك. زي ما قلنا بالنسبة بتاعته الفدان بياخد معايا 2 لتر، الاتنين لتر هتحطهم مع مية الري او هتحطهم لو انت بتزارع تابع النظام الحديث ري بالتنقيط هتحطهم هتضخهم مع شبكة الري، ولكن لو انت عندك ري بالغمر بتجيب برميل كبير ليه حنفية بتملاها مية وتحط فيها بتدوب فيها حمض الهيوميك وتفتح الحنفية بتاعتك على قد التصرف بتاعك. لو الفدان بتاعك بياخد في الري بالغمر 3 ساعات يبقى تعمل معدل التصرف من الحنفية ديت مع مية الري بتاعت المكنة بتاعتك او الطولمبة لمدة 3 ايه ساعات لضمان ان الارض بتاعتك كلها خدت ايه هيومك. الهيومك ده هيخش يحل محل السماد العضوي. ليه؟ لانه هيوفر لك المادة الغذائية وهيقوم بتحليل المواد العضوية الموجود ايه في التربة ورفع نسبة الدبال وهيحسن لك من خواص ايه التربة بتاعتك. تاني حاجة ممكن نضيفها ايه؟ 2 مستخلص الطحالب البحرية وهو مسحوق قابل للذوبان ويتم استخدامه كسماد ورقي رشا من 3 إلى 4 مرات. يعني انا برضو زي حمض الهيومك ان انا بضيفه في الارض عندي طول فترة نمو المحصول من 3 إلى 4 مرات. هنا في المستخلص الطحالب البحرية بضيفها في صورة محلول بس هينضاف رشا. يعني ايه هينضاف رشا؟ هينضاف يعني انا هامل الموتور بتاعي بتاع الرش وهحط فيه مسحوق الطحالب البحريه وهرش النبات عندي من 3 إلى 4 مرات طوال فتره ايه حياته. يبقى كده هو مستخدم عندي في صوره مسحوق كسماد ايه ورقي. النقطه اللي بعد كده هنضيفها مستخلص الكمبوست. الله، ايه هو مستخلص الكمبوست؟ مستخلص الكمبوست ده ان انا بجيب الكمبوست عندي بعمل له عمليه ايه تخمر وباخد الميه اللي طالعه منه بستخدمها كمستخلص. يعني ايه؟ تعالوا نشوفه طالع منين. 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر، يعني كل 1000 لتر هحط لهم كام كيلو؟ هحط لهم 100 كيلو جرام كومبوست. يبقى 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر ميه مع التقليب الجيد ويترك لمده 24 ل 48 ساعه ثم يؤخذ الرائق منه ويضخ مع مياه الري اللي احنا بنقول عليه انك انت خمرت، عامل عملية تخمير للكمبوست، اخدت الرائق منه وضخيته في شبكة الري عندك زي ما حصل مع ايه؟ زي ما حصل مع الهيومك. يبقى 3 مستخلص كومبوست باخد 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر مية مع التقليب الجيد ويترك لمدة 24 ل 48 ساعة لكي يتحلل جوه الميه ويتكسر العناصر اللي فيه تبدا تدوب في الميه وتبقى ميسره. بعد ما تروق اخد الري منها وادخه ايه في شبكه الري. ليه اخد الري وادخه في شبكه الري؟ عشان ما يحصلش عندي انسداد للرشاشات والنقطات بتاعتي لشبكه الري. بضيفه قد ايه؟ احنا كده بنحط 100 كيلو جرام لكل 1000 ايه لتر ميه. ايه كمان بنضيفه؟ مستخلص سبله الدواجن او زبل الارانب او الحمام المعالج بنفس طريقة مستخلص الكمبوست. يعني سبلة الدواجن أو زبل الأرانب أو الحمام المعالج، يعني إيه معالج بقى هنا في الحتة ديت؟ إن أنا عالجته ضد البكتيريا والفطريات الممرضة. ممكن يكون إيه في بعض الحاجات اللي هي ممكن تأثر لي على النبات بتاعي تكون في صورة ممرضة، فأنا بعمل له عملية معالجة. طب عملية المعالجة ممكن أعملها عن طريق إيه؟ عن طريق رفع درجة حرارة سبلة الدواجن أو الزبل بتاع الحمام أو الأرانب واستخدمه بنفس طريقة مستخلص الكمبوست. يعني أنا هاخد 100 كيلو، ال 100 كيلو دول هحطهم في 1000 لتر مية
هنقعهم هسيبهم منقوعين لمده من 24 ساعه ل 48 ساعه، ثم يؤخذ الرائق منه ويضخ ايه في شبكه الري. يبقى ده مستخلص سبله الدواجن او زبل ايه الحمام، يستخدم كما يستخدم مستخلص ايه الكمبوست. النقطه اللي بعد كده مستخلص المستخلص الفيروموكمبست، 50 كيلو جرام لكل 1000 لتر ميه مع تقليب الجيد، ويترك لمده 24 ساعه ل 48 ساعه، ثم يستخدم بنفس طريقه مستخلص ايه الكمبوست. الفريم كومبوست باخد 50 كيلو، في مستخلص الكمبوست اخدنا 100 كيلو، يعني الفرق ما بين ده وبين ده كميه الكمبوست اللي انا استخدمتها فين؟ في ال 1000 لتر ميه. في مستخلص الكمبوست اخدت 100 كيلو، في الفري كومبوست اخدت 50 كيلو جرام لكل 1000 لتر بنفس الطريقه اللي احنا ضفنا بيها مستخلص الكمبوست لمده 8 من 24 ل 48 ساعه، ويضخ داخل شبكه ايه الري بعد ما اخد الري ايه منه. النقطه بعد كده بعض الخامات الطبيعيه المسموح باستخدامها في الزراعه العضويه. ايه هي الخامة الطبيعية؟ يعني حاجة جاية من الطبيعة طبيعية، انا ما دخلتش ايه، لا تدخلت في صناعتها ولا دخلت شيء ايه تاني في تصنيعها، هي حاجة طبيعية اخدتها ايه من الطبيعة هستخدمها في الزراعة ايه العضوية. ايه هي الخامات الطبيعية ديت؟ رقم واحد معايا حاجة اسمها صخر الفوسفات كمصدر للفوسفور، بضيف للفدان من 20 الى 40 كيلو جرام للفدان. يبقى صخر الفوسفات، يبقى دي صخور جايه من الجبل، دي الصخور دي طبيعيه حصل لها عمليه تكسير عن طريق التجويه الطبيعيه، او انا كسرتها واخدتها ضفتها للفدان بمعدل 20 الى 40 كيلو جرام ايه للفدان. صخر الفلسبار، الفلسبارات ديت مصدر للبوتاسيوم، كمصدر للبوتاسيوم برضه بمعدل من 20 الى 40 كيلو جرام للفدان. صخر الدولوميت كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم بمعدل من 20 الى 40 كيلو جرام للفدان. خام الزنك من 30 الى 50 كيلو جرام ايه للفدان. الكبريت الزراعي يضاف على السطح ويتم خربشته ايه مع التربه. طبعا الكبريت الزراعي موجود عندي ايه في صوره شكاير، ممكن الفدان ياخد مني شكاره 50 كيلو، انا بضيفها رش بعفر بيها سطح التربه و ابدا اعزق الارض عندي او اعمل لها عمليه الخربشه، فبالتالي الكبريت هيبدا ايه يتقلب معايا في التربه. يبقى كده المصادر الطبيعيه اللي انا بستخدمها صخر الفوسفات وصخر الفلسبار والدولوميت وخام الزنك والكبريت ايه الزراعي. يبقى الفوسفات كمصدر للفوسفور، الفلسبار للبوتاسيوم، الدولوميت كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم، خام الزنك لعنصر الزنك، والكبريت الزراعي طبعا ايه لتعقيم ايه التربه ورفع إيه الحموضه بتاعتها ومعادله ايه بي اتش التربه. التسميد العضوي الكمبوست دي نقطه مهمه، وقلنا في الحلقه اللي فاتت هنتعرض لازاي انا هنتج كومه كومبوست او هنتج الكمبوست عندي ايه في المزرعه. يبقى هناخدها مع بعض في الخطوات الاساسيه لإنتاج الكمبوست. تعالوا نشوف مع بعض التسميد العضوي للكمبوست. تعريف الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي. يبقى هنا سماد عضوي ناتج من ايه؟ من التحلل الهوائي، ما اقدرش اقول لا هوائي. انا لما انتجت ماده غذائيه قعدت احفظ الاعلاف الخضراء للنبات للحيوانات علشان تستهلكها، حفظتها في صورة السلاج، وقلنا السلاج هو ايه؟ هو الحفظ او التخمر اللاهوائي، ولكن هنا في الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية. ايه هي المخلفات العضوية النباتية؟ قال لك بقى بقايا المحاصيل الزراعية سواء جافة او خضرة، تقليم الاشجار وغيرها. وغيرها يعني ايه؟ يعني اللي هي المخلفات بقايا المحاصيل السابقه زي ما اتكلمنا، كقش الرز او حطب الذره او احطاب ايه القطن، البقايا اللي هي موجوده ايه عندي، او المخلفات العضويه الحيوانيه اللي هو السماد البلدي وسبله الخيل وزرع الدواجن وغيرها، او خلطهما ايه معا مع بعض الاضافات الاخرى. يعني انا كده السماد العضوي ايه هو؟ يعني بالبلدي، نقولهم كلمتين بالبلدي بعيد عن التعريف، يعني انا اخذت مخلفات نباتية سواء كانت خضرة أو جافة
المخلفات دي عبارة عن نباتات موجودة عندي أو نواتج تأليم أو بقايا محاصيل أو ورق شجر مع مخلفات حيوانية اللي هي سابلة الخيل أو زرق الدواجن أو سماد البلدي، هخلطهم مع بعض بنسب هنعرفها مع بعضيها، وأضيف بعض العناصر الأخرى زي إضافة مية وإضافة مثلا سوبر فوسفات أو كده، وهيبدأ التفاعل بتاعهم مع بعض في صورة التفاعل الهوائي أو التخمر الهوائي لإنتاج الكمبوست. بعد كده عملية القمر. إيه هي عملية القمر؟ هتتعمل إزاي القمر؟ هي عملية حيوية، يبقى عملية القمر عندي هي إيه؟ عملية حيوية يحدث بها تحلل هوائي للمواد العضوية الأولية عن طريق التمثيل الغذائي للعديد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالكومة، والتي تتغذى على المواد الكربوهيدراتية والنيتروجينية الموجودة بها. يبقى عملية القمر هي عملية حيوية. ليه؟ هتنتج عن كائنات حية دقيقة. الكائنات الحية دي هتقوم بالتغذية على الكربوهيدرات، المواد الكربوهيدراتية والنيتروجينية، هتحولها لي في صورة عناصر غذائية اللي هي موجودة. يبقى التعريف تاني، هي عملية حيوية يحدث بها تحلل هوائي للمواد العضوية الأولية عن طريق التمثيل الغذائي للعديد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالكومة، والتي تتغذى على المواد الكربوهيدراتية والنيتروجينية الموجودة بها. تعالوا نشوف صورة بتوضح عملية القمر. ركز معايا في الصورة كويس، هتلاقي فيه كومة كبيرة من الكمبوست اللي هي عبارة عن مخلفات نباتية تم فرمها وتم إضافتها مع مخلفات حيوانية وتقليبها جيدا وترقها للتخمر الهوائي، فنتج عنها تفاعل وارتفاع في درجة الحرارة. درجة الحرارة اللي ارتفعت ديت وطالع عنها نتج عنها أبخرة زي ما احنا شايفينها في الصورة، نتج عنها قتل لبذور الحشائش اللي هي موجودة عندي، قتل للحشرات والفطريات اللي موجودة عندي في المخلفات اللي انا استخدمتها. يبقى عملية القمر اللي انا عملتها استفدت منها ان حصل تحلل للمكونات ديت عن طريق الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة، وكذلك الامر حصل عملية تعقيم للمكون عندي عن طريق ارتفاع درجة الحرارة اللي هي حصلت عن طريق التحلل اللي حصل للكومة بتاعتي وتصاعد عنها الابخرة. يبقى انا كده تخلصت من بذور حشائش وتخلصت من حشرات وفطريات موجودة عندي في الكومة. كيفية انتاج طن كومبوست بنظام القمر الهوائي لمخلفات المزرعة النباتية وحيوانية. اكتب معايا، علشان تنتج طن كومبوست هتحتاج هتضيفه بكميات يعني المكونات اللي انا هضيفها بكميات قد وهتقعد معايا كام يوم علشان تتحول معايا لكمبوست. يبقى كيفية انتاج طن كومبوست بنظام القمر الهوائي لمخلفات المزرعة نباتية وحيوانية نشوفها مع بعض. قال لك كل 1650 كيلو جرام مخلفات مزرعية، يبقى كل 1650 كيلو جرام مخلفات مزرعية بعد إجراء عملية القمر الهوائي تنتج طن كومبوست ناضج. يعني ال 1650 كيلو جرام هتنتج لي طن كومبوست ناضج. ليه؟ طب ال 650 كيلو راحوا فين؟ هقول لك ال 650 كيلو دول كانوا في صورة رطوبة تم اتبخرت من اثناء عملية القمر الهوائي ليها. يبقى كل 1650 كيلو جرام مخلفات مزرعية بعد إجراء عملية القمر الهوائي تنتج طن كومبوست ناضج. يعني الطن هيساوي 1.5 إلى 2 متر مكعب. يعني لو انت هتكعب الكومة دي على الارض عندك يبقى الطن هيساوي كام؟ الطن هيساوي من 1.5 إلى 2 متر مكعب، وذلك باستخدام، شوف بقى ال 1650 هتتقسم ازاي، وذلك باستخدام 750 كيلو جرام مخلفات حقلية جافة مفرومة، وده شرط مشروط لازم تكون مفرومة. ليه مفرومة؟ لتسهيل وسرعة عملية التحلل ليها.
وحوالي 500 كيلو جرام سبلة إنتاج حيواني. طبعا سبلة إنتاج حيواني ممكن يكون روس الحيوانات اللي هو السماد البلدي اللي أنا مطلعه من المزرعة عندي، أو سبلة إيه دواجن أو زرع حمام إيه وخي. ومخلفات نباتية بقولية خضراء 100 كيلو جرام. أنا هحط هنا مخلفات نباتية بقولية خضراء 100 كيلو جرام، اللي هو سواء كان برسيم، فول بلدي، ترمس، حمص، عدس، بس يكون مخلف نباتي أخضر، يكون في صورة إيه؟ خضراء. سبل الدواجن 250 كيلو جرام. تربة زراعية خصبة، يعني تراب خصب خالي من نماتودة وخالي من الأمراض، 50 كيلو جرام. يبقى ال 1650 جرام تاني اللي احنا هنطلع منهم طن كومبوست متقسمين كالآتي: 750 كيلو جرام مخلفات حقلية مفرومة، 500 كيلو جرام سبلة إنتاج حيواني اللي هو السماد البلدي، مخلفات نباتية أو نبات بقولي أخضر 100 كيلو جرام، سبلة دواجن 250 كيلو جرام، تربة زراعية 50 كيلو إيه جرام، أو التراب إيه الزراعي بتاعنا 50 كيلو جرام. ده ليه؟ عشان أنتج طن كومبوست. كيفية زيادة القيمة السمادية للكمبوست. أنا علشان أزيد القيمة السمادية للكمبوست، نسبة العناصر الغذائية تبقى فيه عالية ويديني كل العناصر الغذائية في الزراعة العضوية، إيه إزاي هزود الكمية ديت، أو إزاي هزود القيمة ديت؟ قال لك يضاف مخلوط خامات طبيعية بمعدل 20 كيلو جرام صخر فوسفات. 20 كيلو جرام صخر فوسفات، يبقى انا كده هضيف عنصر ايه؟ الفوسفور والكالسيوم كمصدر للفوسفور. 20 كيلو جرام صخر فلزبار. الفلزبار مصدر ايه؟ للبوتاسيوم، يعني انا كده هرفع ايه قيمه البوتاسيوم. 5 كيلو جرام دولوميت اللي هي كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم. 5 كيلو جرام كبريت زراعي، ويضاف في المراحل الاخيره من عمر الكومه خليط من الكائنات الحيه الدقيقه الخاصه بتثبيت نيتروجين الهواء الجوي. يبقى انا علشان احسن عندي كومه الكومبوست، او احسن الكومبوست اللي انضاف عندي او هنتجه، هضيف الحاجات ديت في صوره ايه طبيعيه. طبعا مع التقليب والخلط ايه هتبدا برضو تتحلل الصوره الطبيعيه ايه الميسره بتاعتها، زي ما اتفقنا كده 20 كيلو جرام صخر فوسفور و20 كيلو جرام صخر فلزبار للبوتاسيوم، و5 كيلو جرام دولوميت كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم، و5 كيلو جرام كبريت ايه زراعي، ويضاف في المراحل الاخيره من عمر الكمبوست خليط من الكائنات الحيه الدقيقه اللي احنا بنقول عليه السمادي الحيوي الخاصه بتثبيت نيتروجين الهواء الجوي. اسس انتاج الكمبوست. ايه هي اسس انتاج الكمبوست؟ ايه هي الاساس اللي انا بنيت عليه انتاج الكمبوست؟ طبعا انا حطيت المكونات ديت كونتها وخلطتها مع بعض وعملت لها عملية إضافة مية للترطيب بتاعها وسبتها في الكومة. الأسس بقى هنشوفها. رقم واحد، الكمبوست يكون جاهزا للاستخدام خلال 8 إلى 12 أسبوع فقط، يعني من 8 إلى 12 أسبوع فقط الكمبوست بتاعي هيبقى إيه موجود، مما يؤدي إلى استغلال المساحة في إنتاج أكثر وخفض إيه التكلفة. يعني أنا عندي دلوقت لو أنا عامل كومة سماد بلدي في المزرعة عندي علشان اسمد بيها الارض، الكومه ديت بتاخد معايا موسم كامل بجمع ايه فيها. لكن انا لو عامل كومه كومبوست علشان انتج كومبوست استماد عضوي اهوت، الكومه عندي هتاخد من 8 ل 12 ايه اسبوع، واقدر استغل قطعه الارض اللي انا عامل فيها الكومه في اي حاجه تاني خلال ايه الفتره ديت، فبالتالي بتقل التكلفه معايا. رقم 2، لا تنبعث منه روائح كريهه، وذلك للتحكم في طريقه التحضير عن طريق زيادة التهوية وعدم السماح بأن تكون هناك ظروف لا هوائية داخل المقمورة. يبقى الكمبوست عندي مش هتطلع منه ريحة ايه وحشة، روائح كريهة مش هتطلع ليه، لأن عملية القمر بتاعتي تمت قمر هوائي، وأنا كل شوية على فترات بيتم تقليب الكومة بتاعتي، فأنا بالتالي مش هدي فرصة أو هدي سماح إن يتم عملية قمر لا هوائي اللي هتنتج عنه بكتيريا هتطلع لي ريحة ايه مش كويسه او ريحه ايه كريهه داخل المقموره. يبقى رقم 2، لا تنبعث منه روائح كريهه، وذلك للتحكم في طريقه التحضير عن طريق زياده التهويه وعدم السماح بان تكون هناك ظروف لا هوائيه داخل المقموره. النقطه اللي بعد كده، لا ينتج عنه اي ماء راشح يلوث الماء الارضي او تفقد معه العناصر الغذائيه. يعني الكومبوست كومبوست اللي انا بعملها انا بنديها
ما بديهاش كمية مية كتيرة، بحيث كمية المية الكتيرة دي بعد كده هترشح تنزل لي تلوث لي الماء الأرضي تحت، أو تاخد معاها العناصر الغذائية وتنزل في الأرض تحت، ويقوم كومبوس عندي تبقى إيه فقيرة في العناصر الغذائية، يعني لا ينتج عنه أي ماء راشح يلوث الماء الأرضي أو تفقد معه العناصر إيه الغذائية. ولا ضمان كفاءة عملية إنتاج الكومبوست، يفضل وجود آلة خاصة للتقليب حيث إنها تقوم بالآتي، يعني أنا علشان أضمن إن عملية الكومبوست تمت بصورة طبيعية وبصورة صحيحة بعد إضافة كل المكونات ديت، إن أنا كل فترة بقلب في آلة مخصوصة لعملية التقليب زي الكريك كده، ممكن لو شفتها في صورة وهنشوفها في صورة جاية شكلها شكل إيه الكريك، بتقوم بالتقليب بتقلب بها إيه الكومبوست تمام، علشان خاطر ايه تضمن عملية التخمر ايه الهوائي وعدم ايه ان يحدث عندك تخمر لا هوائي يحدث عنه رائحة كريهة. لضمان العملية ديت بيقول لك التقليب الجيد والتقطيع والفرم، انت لما تقطع وتفرم كويس الكومة معاك هتاخد وقت ايه قليل، التهوية الجيدة طول ما في تهوية جيدة مش هينتج عندك اي روائح كريهة، اضافه الماء لتعويض ايه الفاقد، طبعا انت عندك درجه الحراره بتاعه الكمبوست بترتفع نتيجه ايه للتحلل المواد اللي هي المواد النباتيه الموجوده والمواد العضويه، فبيحصل تصاعد للابخره ويحصل ايه فقد لبخار الميه الموجود ايه عندك في كومه الكمبوست، فانت بتعوضه بصوره ايه اضافه ميه في صوره تنديه، مش انا بضيف اي كميه وخلاص، لا ده انا بنديها يعني بضيف كميه ميه ايه قليله وابدا اقلب ايه كومه الكمبوست بتاعتي. ده شكل كومة كومبوست والعامل بيقلبها بالكوريك بتاعه او بآلة تقليب الكومبوست، زي حضراتكم ما شايفين معايا ادي شكل الكومة وادي منظر العامل وهو ماسك الآلة وبيقلبها بيجيبها من مكان لمكان ايه تاني، ليه؟ لضمان عملية ايه التهوية وضمان انك انت مش هتخلي حتة يحصل فيها تخمر لا هوائي هينتج عنه روائح ايه كريهة داخل الكومبوست بتاعك، وهيكون كومبوست عديمي القيمة الغذائية. مع بعض برضو في الصورة ديت زي حضراتكم ما شايفين دي شكل الآلات والأدوات اللي أنا أقدر أعمل بها عملية التقليب لكومة الكومبوست، زي الكوريك احنا بالبلدي طبعا كلنا عارفين الكوريك اللي بنستخدمه ان انا بضيف به سماد او برفع به رملة او بحفر به حاجة في الارض عندي، ده شكل ايه الكوريك وشكل الآلة اللي ليها يد اللي انا بقلب بيها ايه الكومبوست بتاعي او بقلب بيها كومة الكومبوست لضمان عملية التهوية وضمان عدم وجود اماكن حدثت فيها تخمر لا هوائي. النقطة اللي بعد كده اهمية الكومبوست، ادي احنا اتكلمنا عنه شفنا مكوناته، ازاي انتج طن كومبوست، ازاي احسن من صفات الكومبوست بتاعي ده، وشفناه في الفقرة ايه اللي فاتت، وشفنا الادوات وشفنا الصور بتاعتنا، شفنا صورة التفاعل اللي هو حاصل وشكل الأبخرة صاعدة من الكومة بتاعة الكومبوست، وشفنا العامل وهو بشكل بالأدوات بتاعته وهو بيقلب كومة الكومبوست. طيب إيه أهمية الكومبوست بقى؟ هل أهمية الكومبوست حاجة واحدة ولا عدة إيه حاجات أقدر أستفاد بيها وأستفاد إيه من الكومبوست؟ تعالوا نشوفها مع بعض في صورة إيه نقط مع بعض. النقطة الأولى في أهمية الكومبوست، رقم واحد إمداد المحاصيل المنزرعة بالعناصر السمادية الكبرى والصغرى. الله عليك يا كومبوست، الكومبوست هنا في الزراعة العضوية مديل للمحاصيل بإيه؟ بالعناصر السمادية الكبرى والصغرى، يعني أنا عندي العناصر الكبرى والصغرى موجودين إيه في الكومبوست. رقم اتنين تحسين بناء التربة وحفظ الرطوبة، تحسين بناء إيه التربة، يعني إيه بناء التربة؟ إحنا اتفقنا إن بناء التربة اللي هي عملية تجاور وتراص حبيبات التربة بجاور بعضها البعض وتماسكها بفعل المادة ايه الغروية والدبال اللي موجود ايه في التربة، ومثلناها قبل كده انك انت بتبني حيطة بتجيب القوالب بترصها جنب بعض او فوق بعض ما بينهم وبين بعض مادة لاصقة اللي هي باستخدام ايه المونة او الاسمنت، اعتبر المادة الغروية ديت والمادة العضوية اللي هي موجودة في التربة هي اللي بتمسك حبيبات التربة ايه مع بعض، كل ما كانت حبيبات التربة متماسكة مع بعض اذا التربة عندك هنا بتكون ايه جيدة الخصوبة، ليه؟ لأن هتمسك لك العناصر الغذائية هتحافظ لك على مستوى الماء اللي هي موجود فيها، مش هتحتاج ايه ري كل شوية. احنا لو ادينا مثال ما بين التربة الطينية والتربة الرملية، التربة الطينية الحبيبات بتاعتها متماسكة فبت
تحافظ على مية الري، ولكن التربة الرملية الحبيبات بتاعتها كبيرة ومتفككة، فبالتالي لا تحتفظ بمياه الري، فبالتالي التربة الرملية هتحتاج كمية مية أكتر في الري أكتر من الأرض الطينية. يبقى هنا تحسين بناء التربة وحفظ الرطوبة ده من أهمية الكمبوست. رقم ثلاثة، تطهير التربة عن طريق المضادات الحيوية الموجودة بالسماد. طبعا احنا كده هنعمل عملية تطهير للتربة يعني عن طريق المضاد الحيوي اللي هو موجود في الكمبوست. طب المضاد الحيوي ده جه منين؟ هنقول جه من الكائنات الحية الدقيقة اللي قامت او التي قامت بعملية تحليل الكومة تحليل هوائي، وتحليل هوائي تحط تحتها 20 خط، لان لو حصل عملية تحليل لا هوائي فهينتج عنه روائح كريهة، وهينتج عنه منتجات تانية مضرة بالبيئة وليس صالحة للبيئة. يبقى تطهير التربة رقم ثلاثة، تطهير التربة عن طريق المضادات الحيوية الموجودة بالسماد. النقطة اللي بعد كده، التخلص من المواد السامة الموجودة في التربة. ازاي الكمبوست هيتخلص من المادة السامة اللي موجودة في التربة؟ انه هيخش مع المادة السامة ديت، هيبدأ يحصل فيه تفاعل، عندي مضادات حيوية في الكمبوست، عندي كائنات حية دقيقة مفيدة اللي احنا بنقول عليها تعتبر من ضمن التسميد الحيوي، هتقوم بتكسير والتفاعل مع المادة السامة ديت وتحليلها والتخلص منها، وهتقدر تتخلص منها في صورة انها تتكسر الى مواد ممكن النبات يستفاد بها كعناصر غذائية. على سبيل المثال لو انا رشيت مبيد، لو انا رشيت مبيد، المبيد ده لما بيدخل النبات او ينزل على سطح التربة ما بيفضلش في نفس المادة الكيميائية اللي هي بتاعته، بتبدأ المادة الكيميائية دي تتكسر وتتحل وتتحول لصور تانية، واكتر صورة بيتحولها بتتحول لصورة كلور. يعني الكلور لو انا نزلت ارض شميت فيها ريحة كلور عالي، هعرف ان الارض دي من فترة كانت مرشوشة بمبيد، والمبيد بدأ يتكسر ويتصاعد في صورة كلور، واشمه عن طريق حاسة الشم بتاعتي ان انا كان الارض دي فيها رش عن طريق غاز الكلور اللي طالع وريحة الكلور. يبقى رقم اربعة كان التخلص من المواد السامة الموجودة في التربة. النقطة اللي بعد كده، العوامل المؤثرة في انتاج الكمبوست. ايه هي العوامل اللي هتأثر عندك في انتاج الكمبوست؟ انت دلوقتي انتجت كمبوست او عملت الكومة بتاعتك، فرمتها كويس، حطت لها الصخور، حطت لها الاضافات لتحسين الصورة السمادية للكمبوست، اللي هي الصخور اللي احنا اتفقنا عليها، الفلسبار، الدولوميت، الزنك، الكبريت الزراعي، الكميات اللي انت ضفتها لعملية التحسين. ايه هي بقى العوامل المؤثرة اللي هتأثر عليك في انتاج كومة الكمبوست بتاعتك او انتاج الكمبوست؟ رقم واحد، تنوع المواد الداخلة في عملية القمر الهوائي وتباينها بحيث تحتوي على مخلفات محاصيل حقلية جافة. يعني المنتجات الداخلة في عملية تصنيع الكمبوست في الكومة بتاعتي في اللي أنا هعملها، لو المحاصيل اللي أنا مدخلها ديت أو المخلفات النباتية اللي داخلة الجافة بتاخد وقت طويل في التحلل عن الخضرة. يعني احنا لما ضفنا مثلا 100 كيلو جرام نباتات بقولية، ال 100 كيلو جرام نباتات بقولية دي هتكون اسرع في التحلل من باقي المخلفات النباتية اللي هي اتحطت جافة، لان الجافة ديت لسه هتمتص جزء من الرطوبة، والرطوبة هتتحلل بعد كده وتبدأ تخش في المراحل التانية. ولكن المخلف النباتي الاخضر كده كده يحتوي على نسبة من الرطوبة، فبتسهل عملية التحلل. يبقى رقم واحد، تنوع المواد الداخلة في عملية القمر الهوائي وتباينها بحيث تحتوي على مخلفات محاصيل حقلية جافة. رقم اتنين، ضبط محتوى الرطوبة للمواد المقمورة من 50 إلى 60% رطوبة، والمحافظة على التهوية خلال فترة القمر الهوائي. يبقى تاني حاجة، اضبط عملية الرطوبة، يعني اضبط عملية الرطوبة في المقمورة بتاعتي بتكون من 50 إلى 60% عن طريق عن طريق التندية، عن طريق التندية، ان انا بندي الكومة بتاعتي ممكن كل 3 أيام إلى 5 أيام حسب درجة الحرارة، حسب درجة حرارة. طب درجة حرارة درجة حرارة الكومة؟ لا، هنقول درجة حرارة الجو، درجة حرارة الجو. ليه؟ لان المقمورة عندك كده كده درجة الحرارة بتاعتها عالية، ودرجة ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لعملية تحلل الكائنات الحية والكومة بتاعتك وعملية تحلل الهواء اللي تمت،
بترفع درجات الحرارة، لكن درجة حرارة الجو هتبدأ تعمل لك بخر لنسبة الرطوبة اللي موجودة عندك ايه في الكومة، هتبدأ انت تظبط نسبة الرطوبة من 50 لـ60% عن طريق عملية التندية كل من 3 إلى 5 أيام عن طريق إضافة الماء أو التندية ايه للكومة بتاعتك خلال القمر ايه الهوائي. النقطة اللي بعد كده التحكم في حجم المقمورة بحيث لا يزيد العرض عن 3 متر والارتفاع عن 1.5 متر إلى 2 متر. يعني المقمورة بتاعتي أو الكومة بتاعتي اللي أنا هعملها الارتفاع بتاعها ما يزيدش عن 3 متر، ما خلاش عالية أوي خالص هوبا فوق. أنا طيب أنا ساحة التقليب هقلبها إزاي؟ بعد كده أنا هحتاج لودر أقلب إيه بيه، يعني أنا عشان أعمل كومة إيه مظبوطة وأقدر أحجمها وأقدر أحسب الكمية بتاعتي اللي هي داخلة، يجب الارتفاع العرض بتاعها ما يزيدش عن 3 متر والارتفاع من 1.5 لـ2 متر. لكن لو عليت عن 2 متر كده أنا بدل ما هقلبها بالأدوات اللي إحنا شفناها في الصورة اللي فاتت من شوية اللي هي زي الكوريك، هضطر اجيب لودر وحاجات الات كبيره تبدا ايه اقلبها ايه بيها. فطبعا انت علشان تجيب لودر فكده التكلفه بتاعتها هتكون ايه عاليه جدا عليك، انك انت تجيب لودر يشتغل بالساعه او لودر هتقدر توفره الطريق يخش يقلب لك ايه الكومه بتاعتك. النقطة اللي بعد كده إجراء التقليب مرة كل أسبوع بالوسيلة الملائمة للكمية سواء كانت بالعمالة اليدوية أو التقليب بالجرار أو اللودر. يبقى احنا كده التقليب بتاعي هيتم كل قد ايه؟ هيتم كل اسبوع بالوسيله الملائمه. طبعا قلنا لو الكومه بتاعتي صغيره هستخدمها بالعماله وبقالت ايه التقليب الايه العاديه، كبرت شويه هستخدم الجرار، كبرت خالص هجيب لودر. يبقى احنا كده عرفنا التقليب هيتم كل قد ايه؟ كل مره كل اسبوع بالطريقه الملائمه. اما بالعماله بالطريقه اليدويه استخدم الاله بتاعت الكوريك، او لو كبيره شويه هضطر اجيب جرار ليه حاجه قدام كده زي اللودر اسمها كاشيك يبدا يقلب لي بيها الكومه بتاعتي، او اجيب لودر كبير يقلب لي الكومه كلها ايه على بعضيها كل اسبوع. فطبعا انت علشان تجيب لودر كل اسبوع طبعا تكلفه كده هتبقى ايه عاليه عليك، وهيبقى الناتج الاقتصادي بتاعك من الكومبوست غير مجدي. معدلات استخدام الكومبوست لبعض محاصيل الحقل. احنا دلوقتي عندي كومبوست اهو في المزرعه، انتجت الكومبوست عندي كومبوست وليكن 30 متر مكعب. طيب معدلات الاسمده اللي انا هضيفها او معدلات الكومبوست اللي انا هضيفها للمحاصيل المختلفه عندي في المزرعه او المحاصيل اللي داخله في الدوره او اللي انا هزرعها السنه دي هتكون بمعدل ايه؟ هل المحاصيل كلها هتاخد نفس كميه الكومبوست ولا هتختلف من محصول لمحصول؟ تعالوا نشوف مع بعض المعدلات عن طريق الجدول ده. الجدول بيبين لي النوع والكمية للفدان. النوع لو فول سوداني وعدس وأرز، فول بلدي، فول صويا، سمسم دوار شمس، يبقى فول سوداني، عدس، أرز، فول بلدي، فول صويا، سمسم دوار شمس. المحاصيل ديت بتاخد قد ايه كومبوست؟ الفدان بياخد 5 طن كومبوست. يبقى الفول السوداني والعدس والأرز والفول البلدي، فول صويا، سمسم دوار شمس من الكمبوست هياخد كام؟ 5 طن كومبوست. ليه؟ لأن معظمها محاصيل إيه؟ بقولية. يعني الفول السوداني محصول بقولي، العدس محصول بقولي، الفول البلدي محصول بقولي، الصويا محصول بقولي، لكن بقية المحاصيل اللي هي موجودة معاهم محاصيل سطحية الجذور، الجذور بتاعتها ما بتتعمقش جوه إيه؟ سطح التربة جامد، فأنت إيه؟ مش هتحتاج إنك أنت تضيف كمية كبيرة عشان يحصل إيه؟ تقلب ليها إيه؟ جاي. طيب المجموعة الثانية قمح ذرة رفيعة قطن بنجر سكر. قمح ذرة رفيعة قطن بنجر سكر هيحتاج الفدان كام؟ قال لك من 7 لـ10 طن. شايفين الفرق ما بين الكمية ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ طيب ما المجموعة الثانية فيها قمح وذرة شامية، القمح والذرة الشامية دي من المحاصيل النجيلية المستنزفة للعناصر الغذائية أو بنسميها وبنقول عليها المحاصيل المجهدة للتربة، محصول مجهد إيه؟ للتربة، خصوصا القطن محصول الجذر بتاعه أصل وتدي بيتعمق، محصول بنجر السكر محصول جذري. يعني إيه محصول جذري؟ الجزء الاقتصادي بتاعه باخده الجذر، الورقة ما بستفادش منها حاجة بستفيد بها في تغذية الحيوانات في بعض إيه؟ الأوقات. ولكن الجزء الاساسي بيتكون بيكون الجذر بتاعه ايه كبير بيبدا يتكون تحت سطح ايه التربه. طيب المجموعه الثالثه الذره الشاميه سرجم
سواء كان سرجم العلف او سرجم الحبوب وقصب ايه السكر، بياخدوا كام؟ قال لك بياخد من 12 ل 15 طن. الله، ده حصل تفاوت ما بين الكميه اللي فوق، المجموعه اللي فوق والكميه اللي تحت. اللي فوق كانت من 7 ل 10، طيب اللي بعديها جت من 12 ل 15 ليه؟ هقول لك، علشان الذره الشاميه من المحاصيل النجيليه ولكن بتكون مجموع خضري كبير عكس القمح. القمح محصول نجيلي، الجذر بتاعه جذر سطحي ولكن المجموع الخضر بتاعه مجموع ايه؟ بيبقى قصير، يعني اقصى حاجه بيكون ايه؟ متر 20 سنتي او متر 50. لكن الذره الشاميه العود بتاعها بيطول، بيخش ممكن مترين، وفي متر ونص، وفي بعض الاصناف ممكن يوصل ل 3 متر. طيب السرجم، سرجم العلف برضو من المحاصيل اللي هي مجهده جدا لايه؟ للتربه. ليه؟ لانه بيستنزف عناصر ايه؟ كتير، سواء كان سرجم علف او سرجم ايه؟ حبوب. سرجم الحبوب ايه هو طيب يا مستر؟ اقول لك، سرجم الحبوب اللي هو بنطلق عليه الذره الرفيعه، الذره الرفيعه داخله تحت مجموعه السرجم اللي هي السرجم بايكلر الاسم اللاتيني ايه؟ بتاعها. طب قصب السكر؟ قصب السكر برضه محصول نجيلي، محصول ايه؟ نجيلي، ولكنه معمر. ولكنه ايه؟ معمر. فانت اديته كميه الكمبوست دي كبيره، ليه؟ لانك انت ممكن القصب بتاعك بيقعد من 6 ل 10 سنوات حسب الدوره بتاعتك او الدوره المتبعه ايه في المنطقه لزراعه قصب ايه؟ السكر. فالقصب كده محصول ايه؟ معمر. هو انت كل سنه هتنزل له كومبوست؟ لا، فانت بتدي له كميه كومبوست ايه؟ تدي له فترات زمنيه ايه؟ طويله من العناصر ايه؟ الغذائيه. يبقى احنا شفنا الجدول ده بيبين لنا مجموعات من المحاصيل بالكميات ايه اللي هي المضافه، زي ما قلنا المجموعه الاولى فول السوداني والعسل ورز وفول بلدي، فول صويا، سمسم دور شمس بياخد 5 طن، قمح، ذره رفيعه، قطن، بنجر سكر من 7 ل 10 طن ايه كومبوست، ذره شاميه، سرجم، قصب سكر بياخد من 12 ل 15 ايه طن كومبوست. ليه؟ لان معظمها بيبقى في الارض فتره ايه طويله، محصول معمر، فمحتاج كميه غذاء ايه طويله تبقى معاه. النقطة اللي بعد كده، فوائد مستخلص الكمبوست اللي هو شاي الكمبوست. يعني ايه شاي؟ هو الكمبوست هنعمله شاي؟ لو احنا هنعمل شاي احنا هنشربه ولا هنعمل شاي كمبوست نضيفه ايه للنبات؟ ولكن احنا هنا المستخلص بتاع الكمبوست يسمى شاي ايه الكمبوست. طيب هنحصل عليه ازاي؟ وايه أهمية شاي الكمبوست؟ تعالوا نشوف مع بعض فوائد شاي الكمبوست. رقم واحد، يستخدم في تغذية النبات عن طريق الرش. يعني أنا كده شاي كومبوست ممكن أضيفه عن عملية عن طريق إيه؟ الرش على المجموع الخضري، وذلك لإحتوائه على جميع العناصر الضرورية اللازمة لنمو إيه؟ النباتات. يبقى أنا عندي شاي كومبوست أنا هكونه وهستخدمه رشا على المجموع الخضري، ولكن مستخلص الكومبوست والفريم كومبوست تم ضخه فين؟ في شبكة الري أو إضافته مع مياه إيه؟ الري. يبقى رقم واحد، يستخدم شاي الكمبوست في تغذية النبات عن طريق الرش، وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الضرورية اللازمة لنمو إيه؟ النبات. رقم اتنين، يستخدم لمقاومة الأمراض الفطرية والبكتيرية حيث إنه يحتوي على المضادات الحيوية. يبقى هنا يستخدم لمقاومة الأمراض الفطرية والبكتيرية حيث أنه يحتوي على المضادات إيه الحيوية. طبعا احنا عارفين، خلي بالك، كلمة المضاد الحيوي ده في الكمبوست وفي في عالم الزراعة مش زي المضاد الحيوي اللي الدكتور بيكتبه لك لو انت تعبت او شخص تعب فبيكتبه على مضاد حيوي. فاذا المضاد الحيوي هو ده هو ده، لا، في الزراعة وفي الكمبوست المضاد الحيوي هنا هي كائنات حية دقيقة مفيدة تتطفل أو تتغذى على كائنات غير مرغوب فيها أو ممرضة. يبقى ده اسمه مضاد إيه؟ حيوي. يبقى المضاد الحيوي عندي في الزراعة وفي الكمبوست في عالم الزراعة إيه هو؟ هو كائن حي دقيق، كائن حي دقيق يتغذى أو يتطفل على الكائنات الممرضة أو الغير مفيدة، زي النماتود او بعض الفطريات وبعض البكتيريا الغير مفيده اللي ممكن تسبب لامراض للنبات، هي ايه؟ هتبدا المضادات الحيويه تتغذى ايه عليها. يبقى من فوائد شاي الكمبوست تاني، رقم اتنين، يستخدم لمقاومه الامراض الفطريه والبكتيريه حيث انه يحتوي على المضادات ايه الحيويه.
رقم 3، آسف، النقطة اللي بعد كده، كيفية الحصول على مستخلص الكمبوست اللي هي شاي كومبوست. تعال بقى نعمل شاي كومبوست. احنا عملنا المستخلص قبل كده، المستخلص الكمبوست والفري كومبوست، ماشي، قلنا ان كان فيه 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر مية كان في الكمبوست، في مستخلص الكمبوست، وكان 50 كيلو جرام لكل 1000 لتر مية في الفريم كومبوست. طيب في شاي الكمبوست الكميات يا ترى هتبقى زي الفريم كومبوست ولا زي مستخلص ايه الكمبوست؟ تعال نشوف المكونات بتاعته وكيفية الحصول ايه عليه. قال لك يتم نقع الكمبوست في الماء بمعدل 100 كيلو جرام كمبوست زائد 1000 لتر مية، وذلك لمدة 24 ساعة. هنا تشابهنا في حاجة واختلفنا في حاجة. يبقى تشابهنا في ايه؟ في مستخلص الكمبوست حطينا 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر مية. طيب وفي شاي الكمبوست حطينا برضو 100 كيلو جرام كمبوست ل 1000 لتر ايه مية، ولكن المدة بتاعة شاي الكمبوست هنا قال لك ايه؟ وذلك لمدة 24 ساعة ثم الترشيح، ويستخدم الراشح الرائق. تمام، ده بالنسبة لشاي الكمبوست. لكن في مستخلص الكمبوست قال لك بيتم النقع المدة ما بين 24 ل 48 ايه ساعة. يبقى مستخلص الكمبوست هنا حصل نقع فترة اطول لايه؟ للكمبوست ايه مع المية. ثم الترشيح ويستخدم الراشح الرائق، اما الجزء الصلب المتبقي فيضاف ايه الى التربة الزراعية. يعني انا رشحت شاي الكمبوست فطلع عندي الجزء الرايق اللي هي المية اللي انا اخدتها هضيفها رش، والجزء الصلب اللي هو روق عندي في قاع البرميل او في قاع الادوات اللي انا عملت فيها ايه عملية الرش، هاخد الجزء الصلب ده هضيفه للارض في صورة ايه سماد. ولتغذية النباتات يتم تخفيف الراشح بنسبة 1 إلى 20. طيب خلي بالك، هناك احنا خدنا المستخلص بتاع الكمبوست او الفيرو كومبوست، قلنا ضخناه مع مية الري في الشبكة او حطناه في البرميل وفتحناه، والمعدل كان 200 لتر للفدان، فتحناه في ايه في فتحة الري مع الترمب. لكن احنا هنا في عملية اضافة شاي الكمبوست بنقول بيتم التخفيف من 1 إلى 20، بمعنى كل 20 لتر مية هحط ليهم لتر شاي كومبوست. يبقى كل 20 لتر مية هحط ليهم ايه؟ لتر شاي كومبوست، واضيفه رشا على النبات بايه؟ باستخدام الات الرش المناسبة، سواء كان رشاشة ظهرية بقى او كان موتور رش كبير او اوتومايزر. يبقى انت كده هتستخدمه بمعدل لتر لكل 20 ايه لتر، بمعنى ان انت دلوقتي لو عندك موتور سعة البرميل بتاعه 200 لتر، يبقى انت كده هتستخدم 10 لتر شاي كومبوست. اما في حالة استخدام الشاي كومبوست اللي هو كومبوست تي لمقاومة الامراض الفطرية والبكتيرية، لو انا هستخدمه بقى كمضاد بقى كمبيد طبيعي او مبيد حيوي لمقاومة الامراض الفطرية والبكتيرية، فانه يستخدم بعد التخفيف بنسبة 1 إلى 100. يعني كل 100 لتر مية هحط له ايه؟ لتر شاي كومبوست، لو انا هستخدمه ايه في صورة انه ايه مبيد، ويتم الرش برضو بتاعه ايه على النبات. يبقى في حالة استخدامه لمقاومة الامراض الفطرية والبكتيرية فانه يستخدم بعد التخفيف بنسبة 1 إلى 100، ولكن لو انا هستخدمه في صورة تغذية هناك في الفقرة اللي فاتت قلنا بيتم تخفيفه بنسبة 1 إلى 20. يبقى عرفنا الفرق، لو انا هستخدمه كسماد هيتم التخفيف بتاعه بنسبة 1 إلى 20، لو أنا هستخدمه هنا في صورة مبيد هيبقى التخفيف بتاعه 1 إلى 100. يبقى أنا عندي هنا مبيد حيوي أو مبيد إيه عضوي، مبيد طبيعي، ما استخدمتش أي مبيد في صورة إيه معدنية، لا جبت مبيد سين أو جبت مبيد إيه صاد لمقاومة الآفة الحشرية أو الإصابة إيه المرضية. يبقى إحنا كده شغلنا كان عن طريق استخدام الكمبوست في الزراعة العضوية شغل طبيعي 100%. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا مع حضراتكم عن اهمية الاسمدة الحيوية وعن اهمية الكمبوست
وكيفية تصنيع كومة كومبوست، وازاي انشئ كومة كومبوست، وازاي انتج طن كومبوست. واتكلمنا عن الكمية، قلنا ان كل 1650 كيلوجرام مخلفات بتنتج لي طن ايه كومبوست. وطبعا كومه كومبوست او في طن الكومبوست ال 1650 كيلو جرام مخلفات قسمناها، قلنا قد ايه مخلفات نباتيه وقد ايه جافه وقد ايه مخلفات نباتيه خضراء، وكميه السماد العضوي قد ايه، سبله الدواجن كانت قد ايه، وعرفناها كلها ايه مع بعض. وعرفنا كده اهميه شاي الكومبوست، وازاي اعمل مستخلص كومبوست او الفيري كومبوست واضيفه مع شبك في شبكه الري او اضيفه عن طريق ميه الري. وعرفنا شاي الكومبوست ازاي احصل عليه، والفرق ما بين الشاي الكومبوست ومستخلص الكومبوست، قلنا هي نفس الكميه بتضاف في نفس كميه الميه 100 كيلو جرام كومبوست في 1000 لتر ميه، ولكن بتختلف عدد ساعات النقع. ان في المستخلص الكومبوست كانت من 24 ساعة الى 48، لكن في شاي الكومبوست 24 ساعة ايه فقط. وقلنا شاي الكومبوست هنا استخدمناه في صورة ان انا اقدر اضيفه كمغذي رشا على الجزء الخضر للنبات، وكذلك استخدمته كمبيد طبيعي او مبيد عضوي لمقاومة الامراض الفطرية ايه للنبات. وقلنا علشان استخدمه في صورة مغذية بيتم تخفيفه بنسبة 1 الى 20، اما في صوره استخدامه كمبيد بيتم تخفيفه في صوره 1 الى 200. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض عن الزراعه العضويه واهميه المواد المستخدمه في الزراعه العضويه، وكان على راسها الكومبوست. ندعو من الله ان احنا نكون قدرنا نوفيكم بمعلومه تقدر تفيدكم في سوق العمل الخارجي لما تطلع تشتغل ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.